أما هلأ متابعينا فرح نرحب معنا اليوم بالاستديو الدكتور ياسر الصالح الاختصاصي بالأمراض العصبية. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا. الله يسعدكم يا رب. أهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية خلينا نعرف المشاهدين على مرض الصرع بمفهومه البسيط. حقيقة موضوع الصرع موضوع شائك، وعند الناس بيشكل نوع من الخوف، نوع من يعني الشيء المبهم الغريب الغامض المخيف في نفس الوقت. تمام. عبر التاريخ، تاريخ البشرية، كانت الناس توسم هذا المرض بشيء من المس الشيطاني، بشيء من يعني الأساطير، بشيء من الأرواح الشريرة. تماما. حتى جاء الطبيب الكبير أبوقراط فأكد أن هذا المرض مرض عضوي. نعم، إنه مرض عضوي ينتج عن سيالة عصبية مفرطة. نحن بنقول شحنة كهربائية، نعم هي سيالة عصبية مفرطة، بحيث تكون متزامنة مجتمعة تؤدي إلى عرض يتناسب مع حجم هذه السيالة مع المساحة تبع انتشارها. فعندنا حالات من الصرع كنا نسميها قديما الصرع الكبير، وكانوا يسمون نوبة المحدودة في الزمان والمكان والأعراض بالصرع الصغير. فعنا إذن طيف واسع من النوب. هذا المرض هو عرض لأمراض كثيرة، قد يكون متلازمة مرضية بحد ذاته وفي حالات وراثية، ولكن ليس كل الحالات. أي ندبة تحدث في الدماغ، أي آفة محدثة تحدث في الدماغ قد تكون مدعاة لنشوء نوب بشتى أنواعها. تمام. المختلفة. تمام. نعم. دكتور حكيت حضرتك عن الصرع الكبير والصرع الصغير، هي كأنواع، لكن كمراحل شو بتختلف مراحل الصرع أو الشدة؟ تختلف كثيرا. هلأ التعريف بصرع كبير صرع صغير هو من التاريخ القديم، هذا التعريف ألغي نهائيا مع عام 1981، بدأ تصنيف جديد بال 89، هذا التصنيف يعني حدث، تم إزادة وإيضاحات كثيرة عليه، وفي آخر تصنيف صدر كان ب 2017. نحن نصنف الصرع حاليا على أنه بؤري في بؤرة محددة أو أنه معمم. البؤري له أنواع متعددة والمعمم له أنواع متعددة أيضا. فالبؤري قد يتغير فيه الوعي، يتدنى وقد لا يتغير. كانوا يسمونه قبل 2017 بالجزئي، هو نفس المعنى، جزئي أو بؤري. وهذا الجزئي كانوا يقولون عنه أنه بسيط أو معقد. بسيط أي الوعي لا يتغير، معقد أي الوعي يتغيم يتدنى وليس يغيب كليا. يعني المريض قد يمشي على قدميه هائما على وجهه، ولكنه في الواقع غير متوجه، لا يعرف أين يمشي ولا يعرف من أمامه، ويحدث أثناء ذلك نوع من الحركات نسميها التلقائية، بمعنى قد يتمطق بالشفتين، قد ينف بأنفه، قد يفرك يديه عفويا، قد يحاكي أي حركة لشخص أمامه، ولكنه هو لا يسجل، لا يدرك ماذا يحصل، فهو حقيقة خارج الوعي، ولكن ما فينا نقول غائب كليا بدليل أنه يمشي. فإذا يتدنى مستوى الوعي. هاي بالنوب اللي بنسميها مع تغير الوعي. نوب أخرى لا يتغير الوعي ويبقى الإنسان في كامل صحبه، كأن يشعر بتنميل في جهة من جسمه يستمر ثواني ويذهب، كأن يشعر بحماوة في أحشائه، ضغط شعور غريب يتصاعد، كأن تنتابه حالات شعورية غريبة. وهذه اتفق كثير من العلماء على تسميتها بالنسمة الشرسوفية، وهناك أورا أو نسمة، أورا باللغة اللاتينية نسميها في العربية النسمة، يعني هي ما تسبق النوبة نفسية. فإذن في عنا اضطرابات في الشعور، لهيك نسميناها نفسية. المقصود بها أن يشعر المريض أن ما حوله غريب عنه، رغم أنه يعيش في هذا المكان لسنوات طويلة، أو يكون في مكان يمشي به لأول مرة وإذا به ينتابه حالة شعورية أنه يعرفه تماما. نعم. وهو لا يعرف أي شيء. تمام. بس هذه الحالة الشعورية قد تنتابه، قد ينتابه شعور أنه يسبح في الفضاء وكأنه مريض نفسي بحالة انفصام. يختلف عن مريض الانفصام بأن هذا الحدث، هذا الشعور
هو لدقائق قليلة، لثواني أحيانا ويسبق النوبة، ولكنه لا يعاوده إلا فترة النوبة. فهو خارج النوبة، مكتمل الشخصية، مكتمل العناصر، مكتمل التفكير. وهذه النظرة الخاطئة على أنه هو إنسان مختلف هي خاطئة كليا. إن الحدثية مرتبطة فعلا بالخلل الكهربائي الذي حدث في دماغ هذا المريض، وهو إنسان معافى وسليم تماما. دكتور، هلا فينا نقول انه العوامل النفسيه بتاثر عكسا؟ هلا العامل النفسي بيسبق الحاله العضويه بحاله اثر، لكن ممكن الضغط النفسي يعمل نوبه. الحاله الشعوريه، ولكن حدوث النوب عند المريض قد يؤثر لاحقا على حالته المعنويه. قد يعني يشعر نفسه مضطهد من الاخرين، او ينظر له نظره دونيه، وهذا شيء يؤثر في النفس، ينعكس سلبا على شخصية المريض وشعوره. أو وهناك شيء أيضا وأسفا يحصل من قبل الأهل، أن هذا الطفل مثلا الذي بدأت عنده النوب يعامل معاملة مختلفة عن الأطفال الآخرين، أي من قبل الأم وخاصة الأمهات، يقمن بتدليل هذا الطفل دلال شديد مفرط، أنه هو مريض، هو عنده نوبة، فهو مستثنى بإلا من كل شيء، شو ما عمل هو مسموح، اخوته الاخرين يعاقبون، هو لا يعاقب، فتصبح شخصيته ضعيفه مهزوزه، يصبح شخص اناني في المستقبل، شخص معتمد على الاخرين، لا يشعر بالثقه بنفسه. هذه امور خطيره، ويكون الاهل مسؤولين عن هذا الخطا. يجب على الطبيب ان ينبه الاهل على ان هذا الطفل يجب ان يعامل معامله طبيعيه، الدواء يجب أن يعدل إذا كان غير مناسب، إذا كان هناك تعنيد على الدواء هناك إجراءات جراحية. هذا الأمر الناس يغيب عن ذهن الناس. الصرع مرض عضوي محض، وهناك كثير من العباقرة في التاريخ والقادة في التاريخ كان لديهم صرع ولم يؤثر لا على تفوقهم ولا على ريادتهم. النظرة الدونية، النظرة السلبية لمريض الصرع هي نظرة مرفوضة نهائيا، ويجب أن تصلح من قبل كل الهيئات العلمية والإعلامية، وهذا دور عظيم عم تقوموا فيه. الله يبارك فيكم. الله يخليك يا رب. إذا ما نروح لموضوع الأعراض وظهور هاي الأعراض، ممكن نلاحظها سواء على الطفل أو على الشخص، شو هي الأعراض اللي ممكن تظهر على طيف؟ الأعراض واسع جدا. إذا أخذنا النوب البؤرية كما رأينا منذ قليل، قد تكون مثلا حسب منشأها، إذا نشأت النوبة في المنطقة القفوية مثلا المختصة بالرؤية، قد يشعر المريض للحظة الأولى أن المرئيات أمامه قد كبرت في الحجم، أو على العكس صغرت في الحجم، أو تغيرت ألوانها، فنسميها نوبة بصرية. يعني إذا كانت سبقت النوبة الكبيرة، يعني كثير من النوب الصغيرة تسبق الكبيرة تماما، فيقول المريض بعد عودته إلى الصحو: لقد رأيت الأشياء تغيرت ثم غبت عن الوعي. وهذا الغياب عن الوعي كتعمم ثانوي نسميه، قد يرافقه حدثية قاسية هي ما كان يسمونها سابقا الداء الكبير. والداء الكبير حقيقة منظر المريض مؤلم، هو شيء مريع. المريض يدخل في مرحلة من سمية التقوي الشديد، ثم مرحلة الرمع، فالمريض يختلج بعنف، تتشنج عضلاته بعنف شديد، ومن شدة هذا التقلص العنيف حتى على عضلات التنفس، فإن الهواء يندفع من الرئة التي تنضغط بقوة، والحنجرة تكون أيضا متقلصة، لسان المزمار مغلق، فيصدر صوت صرير عنيف تظنها الناس صرخة، وكأن المصاب يستنجد، هو في الواقع خارج الوعي، وقد صدر هذا الصوت العنيف نوع من الإنذار يكون، يعني هو صدر لأنه خرج من لسان مزمار مغلق وبعنف. فهو يخدم من حيث لا ندري، وقد يكون الله جعله وسيلة للإنذار، بحيث من حول المريض ينتبه أن هذا المريض في خطر، عنده نوبة، فيسرع إلى إسعافه. تماما. نعم.
حكيت دكتور بالبداية حضرتك عن وجود أي ندبة على الدماغ فبتعمل ردود فعل مختلفة، وحكيت كمان نقطة تانية عن تقاطع الصرع مع الفصام، حالة الفصام، لكن شو هي الأمراض التانية ممكن تكون عضوية بتتقاطع أعراضها مع الصرع، ممكن تعملنا لبس بالموضوع؟ طيب الأمراض العضوية التي تسبب الصرع كثيرة وكثيرة جدا، وقد يعني يعجز الإنسان عن حصرها في حديث قصير. يعني نبدأ بالحوادث الوعائية الدماغية التي تصيب كثير من البشر، العوام بسموها الجلطة الدماغية. الحوادث الوعائية الدماغية قد تكون إقفارية بمعنى احتشاء، وقد تكون نزفية. فسواء احتشاء دماغي أو نزف دماغي سيحدث ندبة في الدماغ، أذى في الدماغ، وإذا كان قريبا من قشر الدماغ فسيحدث نوبة، وقد يكون هناك حالة التهابية مثل التهاب السحايا، التهاب السحايا القيحي، ولا حتى الفيروسي، ولا حتى أي التهاب سيخرب هذا النسيج الدماغي. وعندما يكون النسيج الدماغي مخربا متندبا يشكل نسيج دبقي سيحدث خلل كهربائي وسيحدث نوب لاحقة، إنها تكون عقابيل للأذية الأولى. نعم. الأورام إذا صاب الدماغ ورم فهو سيكون أيضا مدعاة. والإنسان البالغ الذي شب عن مرحلة المراهقة وأصبح رجلا يافعا أو سيدة وليس في تاريخ حياتها أي نوبة، إذا بدأت نوبة فنحن كأطباء والبشر عموما دائما منخاف بداية من الأشياء الثقيلة المخيفة. أول ما يخطر على بال الإنسان أن يكون هناك ورم دماغي، تبدأ مسيرة التحري. في الواقع هذا التحري ضروري جدا أمام أي نوبة. أنا كأستاذ جامعي ودرس هذه المادة أذكر طلبتي دوما بأنه أمام مراجعة أي مريض أول مرة مع نوبة يجب أن يدرس هذا المريض دراسة تامة. لا نعذر أبدا كأطباء إذا اكتفينا بإجراء تخطيط أو كتبنا وصفة فورا وأرسلنا المريض. إذا كان فعلا ورما في بداية نموه وكشفته بالصورة إنك ستنقذ هذا الإنسان تماما، لأن تكون هذه النوبة هي الإنذار الذي أرسله الله لهذا المريض أن يتحرى عما قد بدأ عنده من أذى. فإذا الطبيب هو الوسيلة بعلمه أنه يسارع بطلب الصورة، والصورة الجيدة عالية الجودة تماما، لا نكتفي حتى بالطبق المحوري. كثير من الأطباء أعمل لي طبقي محوري معلش لو حكينا بالعامية، لا طبقي المحوري أقل كفاءة بوجود أجهزة حديثة والحمد لله. حتى الرنين المغناطيسي أصبح أجيال متعددة تماما، هناك رنين قوته ضعيفة وجهاز رنين قوته عالية. تبدأ الأمور من 0.2 تسلا، تقاس القوة تبع الجهاز قدرته على الإظهار الإظهارية بالتسلا، وهناك أجهزة في الدول المتقدمة وصلت إلى 13 وأكثر تسلا، أضعاف مضاعفة من الوضوح. نعم دكتور، نلجأ إلى أحسن جهاز إذا شاء الله. إن شاء الله. اليوم إذا بدنا نروح لموضوع السن أو العمر، ممكن تظهر النوبات في عمر معين، عمر معرض للنوبات أكثر من عمر آخر. عفاري بسؤال رائع. في الطفولة الأولى هناك أسباب تخص الولادة، كثيرا من الأذيات الولادية وخاصة نقص الأكسجين عند الولادة يترافق بأذى دماغي. لذلك نحن كأطباء نعتبر الاهتمام بالأم الحامل والاهتمام بظروف ولادتها أمرا حقيقة على درجة كبيرة من الأهمية. تماما. للأسف كثير من الناس الجاهلة يعتبرون الأمر يعني بسيطا، يمكن أن تتم الولادة في المنزل. في الواقع في هذا العصر الراهن الذي وصل العلم إلى ما وصل إليه تماما، من المعيب من الحرام فعلا، محرم علينا أن نجعل سيدة تلد في منزلها. أمام أي اختلاط ليس هناك قدرة على الإسعاف. أكيد الحالة العلاجية هي أساسية، والاستعانة بالأطباء والمشافي. لهيك دائما نحن بدنا ندور على الحالات الإسعافية. مثل ما حكيت بالبداية في عنا مفاهيم مغلوطة دكتور، مغلوطة بالإسعافات ونظرة يعني سلبية إنه هذا المريض يعني مرضه، لا مرضه بسيط.
الأطفال لأكمل الفكرة. تفضل. نعم هناك كثير من الأمراض، نبدأ بأزيات الولادة، نقص الأكسجين، الأطفال معرضين للردود كثيرا، الله يحميهم. تعرفي النطوطة تبع الأطفال كثيرة، ما هي فبيأذوا حالهم بالردود الدماغية. ثاني شيء بعض الأطفال بينصابوا بالإنتانات أكثر من غيرهم، إنهم عرضة لالتهاب السحايا أيضا، فتكسر الإنتانات أيضا في الطفولة. ففي عنا في بداية العمر ذروة للإصابات تتناقص رويدا رويدا حتى سن 20-25 وتبقى بهذا الانخفاض، ثم ترتفع بعد 50 رويدا رويدا فتزيد حتى عن مرحلة الطفولة. لماذا؟ بدء حصول مشاكل الوعائية الدماغية، الحوادث، الاحتشاءات، الجلطات، الأورام تكسر في الأعمار المتقدمة. نعم. الآفات التنكسية للدماغ، الزهايمر وما شابك مشاكل من الأمراض التنكسية للدماغ، فنصبح أمام مخاطر إضافية. فلذلك هناك ذروة في الطفولة تنزل بشكل تابع بسيط لعمر 20-30 بتكون في القاع ثم تتصاعد من جديد. نعم دكتور. هلا نحن بالختام للختام بدنا نعرف ولو بلمحه بسيطه عن الاسعافات الاوليه وطريقه التعامل مع المريض، لانه هو بالبدايه بتصيبه الحاله في المنزل وبحاجه لعنايه خاصه. نعم. معلومات عن الطوارئ. هذا اهم مثلاً. سؤال حقيقه لازم يجب ان يصل الى المشاهد. مريض النوبه وخاصه النوبه المعممه الكبيره اللي سميناها الداء الكبير بالتسميات القديمه، يجب ان نبادر فورا واهم شيء الى الانتباه الى المجرى الهوائي للمريض. تمام. المريض قد يكون بوضعيه مسترقي على ظهره، فالمفرزات العنيفه، لانه في مفرزات عنيفه، سوف ترتد الى الرئه بهالحاله، وبصير عندنا ذات رئه استنشاقيه، وقد يختنق المريض بمفرزاته. فاول خطوه يجب ان يجريها المسعف سواء كان انسان عادي ام طبيب، هي أن يجعل هذا المريض على أحد جانبيه. نعم. ليس ضروري على اليمين. نعم. أو على اليسار. الأسرع هو أن تضعه على الجانب الذي أنت قادر عليه، بحيث أن المفرزات تخرج. تماما. نحو الخارج ولا ترتد. دكتور حتى بعتذر على المقاطعة، حتى لو كان بالمنزل، يعني نحن الانطلاق من المنزل تحديدا، وأنا أقصد المنزل. وأنا أقصد المنزل بغياب الطبيب. بغياب الطبيب بادر فورا. بيبادروا الأهل لمسك المريض، ليس مطلوب مسكه، ومسكه حتى مؤذي. ويبادرون إلى إدخال أصابعهم في فم المريض، لأن المريض سيدخل في شيء نسميه الضزز. كيف ممكن ما يبلع لسان المريض؟ إذا كان الضزز، الشد، الكز على الأسنان نحكي بالعامية، قد بدأ لا يفيد أي شيء. كثير من الأمهات يعني فقدت أصابعها من خلال هذا الخطأ الكبير، أو أنها اضطرت إلى أن تجرح نفسها جرح بالغ وتؤذي طفلها. لا لا، إذا كان الضزز لم يبدأ، أبادر إلى وضع أي شيء. قد ألجأ إلى المنشفة، أجدلها من زاويتها جدلة خفيفة، شيء لا يكون الطفل قادر على بلعه، ويكون ملمسه لدن طري بحيث ما يؤذي. فإذا أخذت منشفة اليد العادية وجعلت منها جديلة في رأسها وأدخلتها إلى زاوية، كمان ما بحطها كلها، بحط شيء قطعة منها صغيرة بحيث تمنع هذا الإطباق الشديد على اللسان. فنكون حمينا. إذا كان معروف بالأسرة أنه في عندي طفل معرض دوما، فمن الأحرى أن ننصح الأم بشراء قطعة معروفة في أجهزة التخدير، توجد عند طبيب، عند مستودعات اللوازم الطبيه، تكون موجوده دائما. قنيه. نعم. فينا قنيه تحطها بجيبتها. نعم دكتور. من اللدائن. تمام. ولها فتحه وطويله لا يمكن بلعها، هي اهم شيء. ما تستعملي شيء صغير، اذا استعملتي شيء صغير قد يبلع وهذا خطر شديد. ولا تستعمل شيء قاسي. كثير من الامهات تاتي بملعقه فتضع مؤخره الملعقه كمانع، الملعقه معدن قاسي، فيحصل تكسر في الأسنان ويبلع المريض الأسنان نفسها التي تكسرت. نعم. وهذا مؤذي جدا. فالأفضل شيء إما بيكون عندي قطعة قماشية غير قابلة، إذا عم بقول إذا النواب كتيرة معروفة عند الطفل، المريض أي مريض، أو جديدة صغيرة من قطعة قماشية طويلة كبيرة غير ممكن بلعها. نعم. توضع في زاوية الفم، وأنتبه
فورا الى جعل المريض بشكل جانبي وافرد الفك السفلي نحو الاعلى. تمام. لان الطوي الشديد بفكروا استعملوا التعبير العامي انه بلع لسانه، لا ما بلع لسانه، تعابير كثيره ومصطلحات كثيره خاصه بهذا، لا بلع مفرزاته هو. صحيح. اللسان لا يبلع وانما تبلع المفرزات العنيفه اللي فيه. فالافضل انه يفرد وهو بالوضع الجانبي، وحتى لو لابس ستره ممكن ارميها بسرعه، اجعلها وساده تحت راس المريض لامنع هذا الارتطام القاسي. أكيد إذا في وسادة حلوة مثل هاي فورا بستعملها، ما هيك؟ تمام. أي سترة ممكن قطعة قماش أطويها حتى تحت رأس المريض. تمام. وتكون مصدر حماية. وأنظر إلى الساعة، هاي الناس بينسوها. أنظر إلى الساعة، النوبة المثالية الوصفية دقيقة ونص دقيقتين، قد تطول ثلاثة قد تصل إلى أربعة، ولكن أي نوبة تتجاوز خمس دقائق هي مدعاة للإسعاف الفوري إلى المشفى. أكيد بدنا نتمنى السلامة للجميع، نعتبرها حالة صرعية. تماما. أكيد السلامة للجميع. دكتور الحديث يطول بهذا الموضوع، خاصة بظل وجود بعض الشائعات الخاطئة عن هذا الموضوع. بدنا نتشكرك جدا لوجودك معنا دكتور ياسر الصالح للمعلومات اللي عطيتنا إياها. بارك مجهودكم. شكرا لك، شرفنا دكتور. شفاء لكل مرضانا والأمن والازدهار لبلدنا إن شاء الله. أكيد كل السلامة للجميع. وعلى هون متابعينا منكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من دمسكم، إن شاء الله نكون قدمنا لكم المتعة والفائدة. وأكيد لمزيد من الأخبار فيكم تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب إنستغرام وفيسبوك، بالإضافة للويب سايت الخاص بقناة العالم سوريا. تبقوا بألف خير.